جودهم انهم بيبقوا موجودين، بس في نزوة خاصة بالتجنيد وفي حفل تنصيب للاتحاد النهاردة وظروفهم ما سمحتش انهم يشرفونا. واهلا ومرحبا بالسادة الضيوف من خارج الكلية ومشرفينا ومنوريننا، وترحيب بابننا العزيز محمد امين ابو الغار تلميذنا النجيب يعني، وابن هذه الكلية، وابن الصديق العزيز الأستاذ الدكتور أمين أبو الغار وأستاذ أمراض النبات بالكلية. وبعد إذن حضراتكم أنا بعزو الدكتور أمين أنه يجي يقعد معايا هنا أصلا احتفاء بنجله النجيب. فضل الدكتور أمين هنا، معلش بعد إذن حضراتكم هيجي الدكتور أمين هنا وما معلش طب تعالى جنبي عشان كل الناس تعرف مين والد محمد. والله ما ينفع ما ينفع. احنا كلنا بنحمد ربنا ونشكر فضله ان ربنا اساتذه وعلماء النجباء. وانا يعني انا قلت لمحمد الصبح قبل ما اروح الجامعه كلمه، انا بعتبر المحاضرة بتاعته هنا دي هي خطوة من خطوات الجذب لكلية الزراعة. بعتبر ان كلية الزراعة النهاردة احد مشاكلها الاساسية اللي هو انخفاض اعداد الطلبة اللي هم المقبلين على الالتحاق بها لجهل شبابنا بيعني ايه كلية الزراعة. من سنة 95 هي سنة تخرجه، كنت فاهم انه اكبر من كده. خدنا رسالة في تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال أمراض النبات من كلية الزراعة جامعة المنوفية، بكالوريوس جامعة المنوفية، ماجستير جامعة المنوفية، دكتوراه في تطبيقات الاستشعار عن بعد للتنبؤ في إنتاجية المحاصيل من جامعة شيبا في اليابان في مارس 2005، وخد بوست دكتور برضه في اليابان من مارس 2005 حتى مارس 2008، وكانوا ماسكين فيه بايديهم واسنانهم هناك عشان ما يجيش، بس هو جه عشان خاطر انتمائه يعني للبلد. وهو متزوج وله طفلين ولدين يعني، ما عندوش بنات، كنا خدنا حبيبنا واحده منهم. اهلا بيه وان شاء الله نسعد بالاستماع للمحاضره بتاعته ونشوفه دايما ان شاء الله كده مسرورين وسعداء يعني بجميع ابنائكم. اتفضل يا محمد. في البدايه طبعا بشكر استاذي الدكتور علي فرج على التقديم الجميل دوت، وبشكر حضراتكم على حضور المحاضره. احنا النهارده عاوزين يعني هي محاضره هي تفريغ بسم الله الرحمن الرحيم. هي محاضرة هتفتح في مواضيع كتير جدا، في الاستشعار عن بعد وتطبيقاته، تعريف بيه، استخداماته، وان شاء الله لو في يعني ان شاء الله في عمر ممكن تبقى بعد كده نخصص بقى لو في محاضرة هنركز على موضوع معين عن تطبيق معين من تطبيقات الاستشعار عن بعد بذاته يعني. فان شاء الله نرجو ان تكون محاضرة مش مملة يعني، ونستمتع كلنا ونستفيد من بعض باذن الله. فهي المحاضره بعنوان مقدمه عامه عن الاستشعار عن بعد واستخداماته في مجال الزراعه والبيئه. الخطوط الاساسيه اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله. وضع الريموت سنسنج، احنا بنتكلم يعني ايه موضوع الاستشعار عن بعد اصلا او الريموت سنسنج؟ التاريخ جه ازاي؟ يعني بدات الفكره ازاي واتطورت ازاي؟ وصلنا لحد فين دلوقتي؟ الاساس النظري للموضوع ان تطبيقاته بستخدمه في ايه؟ وبعدين احنا في مصر بقى يعني وصلنا فين في التكنولوجيا؟ يعني بدا الموضوع في مصر امتى؟ وبرضه على مستوى مصر اتطور ازاي؟ وتعريف مكان شغلي اللي انا بشتغل فيه الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ما اعرفش اذا كان حضراتكم سبق وسمعتوا عن المكان ده او لا، فهنعرف بيه برضه. فنبدا مع بعض. الاول عاوزين بشكل عام ايه هو الاستشعار عن بعد؟ الاستشعار عن بعد بشكل اساسي هو التعرف على الشيء وتحديده وتصنيفه وتحليله
بدون اي تلامس عضوي. وده بيكون عن طريق ايه؟ بيكون عن طريق تسجيل الاشعه الكهرومغناطيسيه المنبعثه او المنعكسه من الاهداف الارضيه وتحليلها. فاحنا اساسا بنتعامل مع الاشعه الكونيه اللي بتنعكس او بتنبعث من الاهداف الارضيه المختلفه، وبنسجل البيانات، بنسجل الاشعاع مقدار الانعكاس او مقدار الانبعاث، ونبدا نحلله ونستخلص منه معلومات مفيده في المجالات المختلفه. بدايه عشان نكون واضحين، احنا مش بنتكلم عن اقمار صناعيه بس، يعني كل حد بيسمع الشعاعنا برضه فهو في دماغه الاقمار الصناعيه. طبعا الاقمار الصناعيه هي المكون الرئيسي من مكونات او من التولز او الحاجات اللي انا بستخدمها في الاشعاع عن بعد، بس مش بنتكلم عن الاشعاع عن بعد بس، احنا بنتكلم عن تسجيل الاشعه الكهرومغناطيسيه المنبعثه او المنعكسه بايا كانت وسيله التسجيل. سجلته على فيلم كاميرا، سجلته على طياره، سجلته على صوره قمر صناعي، سجلته بجهاز ماسكه في ايدي وماشي بيه في الفيلد او في المزرعه، ايا كانت وسيله التسجيل، انما الفكره واحده. هنمشي مع بعض كده بالترتيب وان شاء الله نقدر. احنا بالتعريف البسيط اللي احنا قلناه ده، اللي هو التعرف على الشيء وتحديده وتصنيفه بدون اي تلامس عضوي وتحليله. يعني حضراتكم احنا بنمارس الاشعاع عن بعد كل يوم. حضراتكم وانت قاعد قدام الكمبيوتر، ده نوع من انواع الاشعاع عن بعد. الحواس البني ادم، الحواس الخمسه حسب التعريف ده، في منها ثلاثه هو نوع من انواع الاشعاع عن بعد: النظر، السمع، الشم. يعني انا حضراتك بتمارس الاشعه عن بعد بشكل مبسط جدا. انا لو انا شايف في شخص جاي من بعيد، انا ممكن اقول ده راجل ولا طفل، يبقى ده مستوى من مستويات التحليل. بدات اقول والله ده راجل سنه يعني من 30 ل 40 سنه، مستوى ثاني من مستويات التحليل. قلت والله ده راجل سنه من 30 ل 40 سنه وماشي ماشيه كويسه كده وظهره مفروض، اقول والله ده راجل صحته كويسه. كل ما بدا انا بايه؟ بزود في مستوى التحليل. فده يعني حاجه بسيطه جدا من الاشعاع عن بعد احنا بنعملها كل يوم. بدا الموضوع ازاي والفكره اتطورت ازاي؟ اول من جاب باله فكره تسجيل الصوره كان الحسن بن هيثم سنه 1038. هو اللي جاب باله ان الصوره اللي انا شايفها بالعين دي، العين دي اكيد في ليها نظريه معينه شغاله بيها، فانا ممكن اعمل محاكاه للموضوع ده واقدر اسجل الصوره. واتطور لحد سنة 2007 اللي هو آخر قمر صناعي أطلق للفضاء. وطبعا يعني أنا ممكن بعد ما عملت البرزنتيشن دي في أقمار صناعية تانية أطلقت برضه، يعني كل تقريبا كل شهر شهرين في قمر صناعي جديد طالع للفضاء، والدنيا دلوقتي بقت زحمة جدا فوق زي ما هوضح لحضراتكم وإحنا شغالين في المحاضرة. أول صورة فوتوغرافية عرفت يعني أو كان سنة 1827، أول صورة فوتوغرافية مسجلة يعني. يعني هي بدات الفكره، او الحقيقه اول من فكر في الاشعاع عن بعد كان نابليون. يعني نابليون كان المعارك بتاعته بيطلع منطاد ويخلي رسامين يطلعوا فوق المنطاد يرسموا المعركه، وعشان هو بعد كده يشوف الرسومات دي ويبدا يشوف الخطوط الاماميه بتاعته كان اخبارها ايه، الخطوط الخلفيه والنقط الضعف كانت فين. فكان الحقيقه راجل سابع عصره بمئات السنين انه يفكر التفكير ده في وقتها. طبعا جت فكره الكاميرا، او انه اخترع الكاميرا يعني، طبعا مش بالصوره اللي احنا شايفينها في ايدينا، كانت كاميرا مبسطه جدا. فبداوا يفكروا طب ما انا ليه اصور الصوره من فوق؟ يعني اشوف ليه المنظر من فوق؟ فبداوا يشيلوا الكاميرا دي على الحمام ويبدا الحمام يطير في مداراته او في يعني خطوط سير معينه ويبدا يصور. دي كانت الصوره اللي تحت دي، دي كانت صوره ملقوطه بالكاميرا متشال على الحمام. طورت الفكره شويه، ففي مصور فوتوغرافي انجليزي خطر في باله انه يركب منطاد ويبدا يصور من فوق برضه، وكان ده كان سنه 1862، ويبدا يشوف المناظر من فوق ويستفيد بيها. اول استخدام فعلي بقى فعلي للاستشعار عن بعد كانوا الالمان في الحرب العالميه الاولى. كانوا الطيارين في الفترة ديت بيحددوا الأهداف اللي هيضربوها عن طريق الخرائط. هو بيحدد الخرائط، بيحدد إحداثيات، وبيطلع الطيار والملاح ويحدفوا القنابل. فهم الألمان فكروا قال لك طب احنا نطلع الأول ناس تصور الأهداف اللي هتنضرب الأول بالكاميرا من فوق،
وبعد كده نطلع طيارين يضربوا. فكانوا الفكره ان الطيار يشوف الهدف اللي هيضربه، يشوف الهدف اللي هيضربه شكله ايه، مش يشوفه، مش يعرفه كموقع على الخريطه. فبداوا الالمان حطوا بقى يطلع واحد يشيل الكاميرا ويصور وينزل، بعد كده تطلع الطياره تضرب. وده رفع جدا من كفاءه الطيارين الالمان في ضرب الاهداف بتاعتهم في الحرب العالميه الاولى. كما هي العاده طبعا ان هي الفكره بتخرج من الاساس من المانيا او من اليابان او من انجلترا او من فرنسا، ياخدوها الامريكان يطوروا الفكره بسرعه ويحطوها في انفايرمنت جبار وتبدا ينزلوها بقى ايه في الفيرجن الامريكاني. ف الامريكان خدوا الفكره بسرعه وطوروها. طبعا طلعت الاول القمر الصناعي كان سنة 50 لما أطلق أول قمر صناعي للفضاء، بس ما كانش بغرض استشعار عن بعد، كان بغرض استكشاف الأقمار، استكشاف القمر يعني. فبدأوا الأمريكان سنة 1972، ودي كانت البداية الفعلية يعني للفن للعلم ده أو وساعات على فكرة في ناس بتقول هو فن وناس بتقول هو علم، إنما هو بدأ بداية فعلية سنة 1972 لما الأمريكان طلعوا أول قمر صناعي للفضاء وسموه لاندسات. وكعملوا خطة طبعا طموحة جدا انه هي يبقى فيه سلسلة من اقمار لاندسات، وفعلا ده اللي حصل من سنة 1972 لحد سنة 2003. كان فيه لاندسات 1 و2 و3 و4 و5 و6 وقع في البحر و7. وبعدين بعد طبعا طلعوا الامريكان بالفكرة، بدأوا الاوروبيين، والاوروبيين طبعا كما هي العادة بيعملوا كل حاجة بشكل جماعي منظم جدا. طلعوا القمر سبوت، ده امر يعني هو الاداره الفرنسويه لما هو سبورتد من كل دول اوروبا تقريبا. وبعد كده طبعا بدات اليابان تدخل، و اليابان دلوقتي عندها اقمار برضو، ودلوقتي تقريبا كل دول العالم بقى ليها اقمار صناعيه، مش كل دول العالم طبعا، انما يعني الفكره في الاول ان القمر الصناعي ده ليه محددات كتير جدا عشان يطلع. فمن حوالي 10 سنين بدات تظهر فكره ايه المايكرو ساتلايتس. انا هشرح الكلام ده بالتفصيل بعدين، بس ده يعني مجرد تفتيش بس في الاول. المايكرو ساتلايتس يعني بمعنى انه تكلفه اطلاق قمر صناعي للفضاء بمواصفات القمر لاندسات او سبوت تكلفه جامده جدا، فدول كتير ما عادش تقدر عليها. فظهرت فكره المايكرو ساتلايتس او اقمار صناعيه صغيره، بمعنى انا ما عنديش فلوس ان انا اجيب عربيه مرسيدس، طب يعني افضل ماشي على رجلي ولا ماشي حالي بعربيه صغيره؟ فعربيه صغيره بامكانيات محدوده، هو ده تقريبا كان فكره المايكرو ساتلايت. طلع المايكرو ساتلايت بدات كل الدول تدخل، البرازيل وكانت من اوائل الدول اللي فكرت في الافكار دي، والصين طبعا دلوقتي، وزي ما قلنا لحضراتكم ومصر طبعا زي ما هوضح ان شاء الله في المحاضره. الاقمار الصناعيه بقت دلوقتي انواع كتير جدا، وبيانات الاقمار الصناعيه بقت مختلفه عن بعضها، اختلافات كتيره جدا، وكل نوع من البيانات ليه استخدامات مناسبه ليه، استخدامات بتتلائم مع النوع ده من البيانات. واي دراسه انا بعملها باستخدام الاستشعار عن بعد لازم اكون الاوبجيكتيف بتاع الدراسه واضح، انا عايز اوصل ايه واللي هوصله ده هوصله ازاي، والتكلفه الماديه المتاحه اللي هقدر احصل بيها على الداتا، لان دي برضه نقطه مهمه جدا. طيب الخلفيه النظريه للموضوع، احنا قلنا ان احنا بنسجل الاشعه المنعكسه او المنبعثه من الاهداف الارضيه. علماء الاوبتيكال فيزيكس طبعا قسموا الطيف الكهر مغناطيسي لمجالات مختلفه. عين حضراتنا بتميز بس مجال محدود جدا من الطيف الكهر مغناطيسي اللي هو من 400 ل 700 نانومتر، ده اللي انا بقدر اميزه بعيني المجرده، في حين ان الطيف الكهر مغناطيسي بشكل عام مجالاته كتير جدا. فبدات الفكره الاول ما اطلقوا اللانسات كان هو في مجالات الضوء المرئي بس، يعني اول ما طلع اول قمر صناعي سنه 72 بيصور في مجالات الضوء المرئي بس. بعدين طورت الفكره، طب انا ليه ما ابداش اسجل الانعكاسات في المجالات المختلفه اللي انا مش شايفها؟ اكيد لما اسجل الانعكاسات في المجال اللي انا مش مميزها بعيني هتظهر لي حاجات وهتبدا تبان معايا معلومات اكثر عن الاهداف الارضيه. ايوه كده. طيف الكهرومغناطيسي طبعا زي ما حضراتكم عارفين